صباح الخير عليكم يا الشماع. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اي سمينو، اي سمينو تخسا كنيو حنجيان القلع قرنسن والسوير نغا الحكومة بل ما ريس الدواء هذه سو الدواء نس هذه قيم ديها الدهن نس، ولا كيشرب الدواء يشرب في دارو ويجلس، واخا كيشرب الدواء يكونترولو راسو. احنا هادي راها دولة، ما راحناش ماشي دولة. انا هذاك الدري نتاع ولد الميلودي بقى فينا، راه بحال ولدنا، ومي ما خصش بنادم يدير تانسيو. هادي راها دولة، ما خصش يقول المغرب راني ما ندعي ونضرب وندير، راه لا. وصحاني راني شفت واحد الفيديو، شفت الفيديو هذاك الدري تعرق الحوايج تقطعوا عليه هكا وهكا وهكا، ماشي هكاك اللي يديروا للدري. امو ما خصهاش تصرف هكاك ابدا. منين عيطوا لها قالوا لها ولدك راه تشد، تمشي شويه عليها. كاع حنا كانوا عندنا ولاد، شوفوا اخوتي راه هذا مخزن. انا ولدي كانت عنده 18 عام، دابز مع لي جندارم في فرنسا، تجمعوا عليه، هو راه في دلموس. ما كاين اللي قرب له، هما ما قربولهش بالسيف ولا يطيحوا عليه ولا يهجموا عليه ولا يعريه ولا شي حاجه، بقاو كيهضروا معاه غير بشويه. بالله عرفوا باه دري دري بقى دري. عيطوا عليا قالوا لي ولدك راه اش دار في الفيلاج، وانا راه ملي ما تباهم وانا كنقفقف عليهم، انا تاني كنشرب الدواء. الله يحسن العوان، مشيت لعندهم قلت له هاكا ولدي باغي تقتلني هاك، ما مشيتش عند لي جندارم نقول لهم علاش درتو هاكا لولدي، مشيت عند ولدي شافني طلق لي الموس وجا عندي وديتو للدار. عزات يا يثما، منايا غتقمي كالمخزن، غتشب شمر المخزن دي برا سيسفي با عادي. الميلودي بقى فينا يعز خانخ يقعنا القواعد وثكوعشا الامن ثكوعيثن الناس فمك خانز خصها توث تشرب سكاراتي انت تقارس يقارس ما تدربينيش. الفيديو راه كاين، خص بنادم يدير عقلو، خص بنادم هذا يقرع قرنس، ماشي غير الامن وظن خاصة حنجيا. حنجيا ذا سبحان وصح ما غتورانا حنجيا يا مني اشوف ذا شمرير اتغير واخا ماشي اش كنقولو سي با مشرد ولا شي حاجة، من ديك الحاله من داك الشعر الابيض وداك الحاله يقولوا هذا راه ما عرفاش يدير. ملي نشوفوا الدري الصغير كولور ابيض وركب في الطوموبيل وراه كيجري بالسيف يشدوه، لو كان شد الطوموبيل نتاعو البيرمي نتاعو جيبو غادي على السرعه اللي متقريه في الطريق
30 30 40 40 50 50 ما يتشدش، ما غاديش يتوحوا عليه. اغزاغي يسمع احنا جينا من سعد الميلودي مريد جي قوا قبري نس نيشان 30 30 40 40 50 50 اري وسط فنشاه نيني تفنت قدنت قدوه تشوخت هكا وطعو علاش شي حاجة وخا قالك فيا اللازم وخا فيك اللازمة ولدي داك التوب شراها لك باك ليك شراها لك تمتع بيها وإذا شتي صغير أتا حتى الزل هاديك شوح نجاعة تنغض نخشى نتحج الامن راها كاينه باش تحمي البلاد شاش الحبس راه كان جالس مع هم شي بدا كيجبد شي صافي راك عارف من هنا كيجي شي تليفون صور صافي وصلوا الفكره غلط وصلوا مش فاهم حاجه غلط واش حاجه شحال شحال من حاجه ما بيناش ايوا كاين هذه التيكه درت كبيره دابا شنو كتقول بالنسبه للام ديالك كيفاش بالنسبه لك انت دابا هضر معايا واش بقات فيك واش انت ما شنو فهمتيني واخا ديروا اللي درتو راه الكذوب ما كاينش كذوب ما كان راه والله لا كذبوا تيبوه ما بقيتش كذوب راه نيشان راه حنا هكا دايرين من عند الله وراه كيما قلتي العزاز الميلودي حل النظار ديالو وحل قلبه ولاول مره حتى ولدو ها هو خرج فما علينا الا اننا خوتي العزاز اول مره واخر مره هو تيعترفوا مازال تيقول اول مره واخر مره وهذا درس حتى لوليداتنا هذه الحقيقه هذا درس لاي واحد كنشوفوا شحال ديال المآسي بهذوك المطر كنشوفوا هذوك صحاب الزيرويات بشحال المآسي تصور ان وحدين كانوا في النواحي ديال الكناس كيديروا هذا الزيرو اللي باين وواحد با فلاح عنده بيكوب تا هو مسكين ولا غايسمع هاد الدري هاد الدري احنا جيرا ذا مزيان تولى انتي بوليس نشوقه في ذيش مرار تومو بين تاع 17 عام يتزر قوات سوان من عند وميه من عند يقاسنا اخو ما اخو ما يجبد يما سخش بدات الشات بدا صغيو خي جعدميا تقارس اخو من مي اخو من مي اخو من مي الناس والبوليس الناس فمك خانز شوفوا انا ولدي لو كان مشيت لقيت ولدي شدوه الامن نضرب ولدي ما يبقاش فيا ولدي نجيب ولد الدار يبكي هو ولا بكيت انا احنا جاني مريض وفيغ مني تولي صحاب الامن من عند غا من عند هذا يني ماما قمن عنايه ما يمي من تقيد زيد غاث الدهث سري سري وجا خاسد فوق الحبس كنيت تيبوهاريه خصكم العقل كل شي كيشرب الدواء نشمي امي يوسف عسكر
يا عبر زرع سكا يا عبر كيش تحاد مش خدمة هذا كمرة الخدمة ذو جواغ 20 لـ 20 متر وتتغ زي 12 2 شاع الزوخيس انت تفيع رجدي تترم تترمش كاكي شاع ارمي خفي دير غير قايدي مني قبل مرة من عندي بارا اثاوي نسق المينوت قلت له يا ربي كندير وحتى الواحد النهار عيت عليا ماما ويوا ويا وحي وخذي دغيا دغيا دوك الشغاس ني غاسني دي الطوموبيل سني خذي الطوموبيل اي وخثار قايد زي القايد ديال الراخ راس كاع قام السيود غاسنت غاس اه من يوم صبحت وغديني لاني ما دام قبل ما حار حبسني قمت دي لو ترو شوري لو خاسي خاسي عقب غدا تعالى هذا حد من غيك راس كاع حبسنا في فرنسا حد حر حبس ولا تربى تربى والو كان تربى لو كان جالس تما لو كان دابا ولا غنجودان ولا شي حاجه خوتي انا ما ندخلش الحبس على ولادي شدوا صحاب الامان شدار ديوه يقلبوه ما دار والو يطلقوه والله يطلق في السراح ومسكين حنا ما بغينا لهم شكاك اللي يطلق في السراح عادل ميلودي ومرتو هادي كيبقاو مغاربه خوتنا اسن يا اخو عم بيدير سلاح ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اللي يطلق سلاحها والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وخارجين في تيك توك انك كتبغيتي لها تتقولي لها ايمان بغيت لك هذا الشيء فوق هذا الفيديو تلقين واحد الفيديوهات واش هما حقيقيين ولا غير فوتوشوب ولا ديال الصراع الاول على انستغرام لا انا ما عاود درت حتى شي فيديو اخر ديال البارح درت واحد في المحكمه مع عبد الحق شنو قلتي فيه قلت فيه قال قالوا لي شنو على ايمان قلت لهم نفس الهضره بحال هكا يعني ذكرى ام يوسف راه باقي صغير والناس يتضامنوا معاها ومع يوسف باش خرجت هيايا وترجع لوليداتها ما قلتش وما غنعايرهاش وما عمري ما غادي نعايرها ما عنديش اش نعاير ما تبغيناش الحبس ما نبغيش ليها شنو تقولي لها مسكينه راه دابا بين القضبان وانت عارفه عن قرب بزاف عرفتيها وانتوما في حرب وعرفتيها عاود كأم ثانيه عطاها لك الله سبحانه وتعالى وانت دابا كتحسي بالامومه شنو بغيتي تقولي لها وهي البارح اخر ما قالت العادل وهي في الحبس قالت له الحمد لله انني انا اللي في الحبس ماشي ولدي يعني هي الله يدير لها شي تاوات الخير وصافي هاد المقاتله كامله باش ولدها ما بغاش خسر ولدها المستقبل ديالو يلاه عنده 18 عام يمشي يدخل الحبس راه ما غيبقى لا مدرسه ما غيبقى لا باغي يمشي يدير شحال من حاجه باغي يمشي يقرا برا يكمل قرايته برا ويخدم تم يعني لا توسخوا ليه الوراق راه ما يشوف هي دابا كيفاش فكرات لولدها باش مشات هي صباغه بوحدي ما الله يدير شي تاوات الخير ماشي تبقى فيا جاوب بزاف صافي